بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحيا الله الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا المجلس الأول الذي سنشرح فيه بإذن الله عز وجل علم أصول الفقه، وذلك من خلال كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى. وكما جرت العادة في بداية الدورات أن نتحدث عن شيء من المقدمات اليسيرة قبل أن ندخل في دراسة هذا الكتاب، ولا نريد أن نطيل في المقدمة، وإنما أعطيكم شيئا من الإضاءات أو الومضات السريعة جدا حول علم أصول الفقه. فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أي طالب إذا أراد أن يدرس أي علم فلا بد عليه أن يحيط بجملة أمور، بمعنى أن يعرف هذا العلم ما اسمه، ماذا يسمى. ثانيا أن يعرف تعريفه، تعريف هذا العلم. ثالثا أن يعرف فضل وشرف هذا العلم. رابعا أن يعرف ثمرة هذا العلم، يعني ما الفائدة من دراسة هذا العلم، ماذا أستفيد. خامسا أن يعرف من الذي أسس هذا العلم، من الذي وضعه، من الذي أول من كتب فيه. هكذا، هذه المسائل تسمى عند العلماء بالمبادئ العشرة، المبادئ العشرة، ونحن سنمر عليها مرورا سريعا موجزا، بحكم أن هذه الدورة هي دورة تستهدف المبتدئين، وفي هذه المرحلة نحن لا نريد أن نتوسع، وإنما نريد أن ندرس هذا الكتاب باختصار شديد. قبل أن نذكر المبادئ العشرة نريد أن نأخذ لمحة عن مؤلف هذا الكتاب. فمؤلف هذا الكتاب اسمه عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى، نسبة إلى جوين، جوين بالنون، وهي ناحية من نواحي نيسابور، ويلقب بين العلماء بإمام الحرمين. فإذا قيل إمام الحرمين ينصرف إلى هذا المؤلف رحمه الله تعالى، وله مؤلفات كثيرة في الفقه وفي الأصول وفي غيرهما. توفي رحمه الله تعالى سنة 478 للهجرة، ولقب بإمام الحرمين يقولون لأنه درس وأفتى في مكة والمدينة، فقيل له إمام الحرمين لأنه مكث في مكة معلما ومدرسا، ومكث كذلك في المدينة المنورة. هذا بالنسبة لي مؤلف هذا الكتاب، وهو عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى. ندخل الآن في المبادئ العشرة بإيجاز. أول مسألة نريد أن نعرفها هي مسألة تعريف أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ ماذا يقصد به؟ وهذا الأمر قد تكفل ببيانه المؤلف رحمه الله، فكفانا المؤنة، بمعنى لا نحتاج الآن أن نشرح بالتفصيل ما تعريف أصول الفقه. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا عند المؤلف، فالمؤلف سيعرف لنا ما هو أصول الفقه بالدقة، سيأتي معنا إن شاء الله الآن قريبا. المسألة الثانية، موضوع علم أصول الفقه، ما هي المواضيع التي يتناولها هذا العلم؟ يتناول هذا العلم عدة مباحث، منها الأدلة التي توصلنا إلى معرفة الأحكام الشرعية. فنحن ندرس هذه الأدلة، مثلا ندرس الكتاب الذي هو القرآن، كيف نستدل بالقرآن، كيف نستدل بالسنة، الإجماع، هل الإجماع حجة أم لا، وكيف نتوصل بواسطة هذه الأدلة إلى الأحكام الشرعية. كذلك من مواضيع هذا العلم، من الذي يستطيع أن يستنبط من القرآن، من الذي يستطيع أن يستنبط من السنة، وهكذا. هذه موضوع علم أصول الفقه، ثمرته وفائدته. فائدة هذا العلم له فوائد كثيرة جدا، ولكن من أبرز فوائد هذا العلم أنه من خلال هذا العلم تستطيع أن تستنبط الحكم من القرآن أو من السنة. بمعنى
نحن جميعا نستطيع أن نقرأ القرآن، وجميعا نستطيع أن نفتح صحيح البخاري أو نفتح صحيح مسلم ونقرأ، ولكن من الذي يستطيع أن يستخرج من القرآن أو من السنة الحكم؟ من الذي يستطيع أن يستنبط من القرآن أو من السنة؟ يستطيع أن يستنبط من القرآن أو من السنة من درس هذا العلم. فمن فوائد هذا العلم أنه يعلمك كيف تستخرج الحكم من القرآن أو من السنة، لأن ليست المشكلة في وجود النص، النص موجود والقرآن موجود ولا أحد يستطيع أن يخفيه، ولكن الشأن كل الشأن كيف تأتي إلى القرآن وتستخرج منه الحكم. ونأخذ على ذلك مثالا، يعني مثلا لو أراد إنسان أن يستخرج من القرآن آية تحرم المخدرات مثلا، فنحن نعرف أن المخدرات لم تذكر في القرآن الكريم بالنص وبالحرف، صح؟ طيب يقال للفقيه استخرج لي من القرآن آية تحرم المخدرات. من خلال علم أصول الفقه نستطيع أن نستخرج من القرآن تحريم المخدرات، مثلا أن نقول أن الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فنقول الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن الخبائث حرام والمخدرات من جملة الخبائث، النتيجة أن المخدرات حرام. هذا مثال بسيط جدا. هذه العملية التي فعلناها كيف يستطيع الإنسان أن يفعلها؟ بواسطة علم أصول الفقه. واضح إخوان؟ هذا مثال واحد. إذا من فوائد دراسة علم أصول الفقه أنك تستطيع أن تستنبط الحكم بواسطة آية أو بواسطة حديث. كذلك من فوائد دراسة هذا العلم أنك ستكتشف فيه عمليا أن الإسلام فعلا يصلح لكل زمان ولكل مكان. يعني نحن نسمع هذا الكلام أن الإسلام دين صالح لكل زمان ولكل مكان، لكن هل هذا رأيناه واقعا؟ من خلال دراستك لعلم أصول الفقه تستطيع أن ترى هذا بعينك، تستطيع أن ترى بعينك كيف أن هذا العلم يصلح تطبيق، كيف أن هذا الدين عفوا يصلح تطبيقه لكل زمان ولكل مكان. وهاتان فائدتان من فوائد دراسة علم أصول الفقه، وهناك فوائد كثيرة. طيب المسألة الرابعة، نسبة هذا العلم، بمعنى أن هذا العلم ما نسبته إلى العلوم الأخرى؟ بمعنى أن هذا العلم هل هو علم لغوي أم شرعي أم عقلي أم فلسفي؟ إلى أي العلوم ينتسب هذا العلم؟ هذا العلم ينتسب إلى العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية نوعان، علوم غايات وعلوم وسائل. علوم غايات يعني علم يقصد لذاته، مطلوب لذاته، ليس وسيلة لشيء آخر. مثال ذلك القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، هذا علم مقصود لذاته. الفقه علم مقصود لذاته، وكذلك الحديث النبوي. والنوع الثاني علوم وسائل، وسائل يعني آلات، يعني هي وسيلة للوصول إلى غاية أخرى. فنحن لا نريد أن ندرس أصول الفقه ونجلس فيه 100 سنة، لا، وإنما ندرس أصول الفقه ونأخذ حاجتنا منه، ثم بعد ذلك ننطلق إلى أين؟ إلى القرآن والسنة. يعني عندما تدرس أصول الفقه تذهب بعد ذلك إلى القرآن والسنة وتطبق القواعد التي درستها. إذن علم أصول الفقه وسيلة أم غاية؟ وسيلة للوصول إلى إيش؟ إلى غاية. هذه الغاية هي فهم القرآن وفهم السنة. واضح إخوان؟ إذن علم أصول الفقه هو مثل الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الحج بالطائرة مثلا أو بالسيارة، فغايته أن يحج. السيارة أو القطار أو الطائرة هذه كلها إيش؟ وسائل. هو لا يهمه الآن طائرة أو سيارة، هو المهم عنده أن يصل إلى مكة. فهذه الآلات هي وسائل للوصول إلى الحج أو إلى العمرة. كذلك هذا العلم، هذا العلم الذي هو أصول الفقه هو علم وسيلة وليس غاية. فبمعنى هذا أن الإنسان لا يظل طوال عمره يدرس هذا العلم، وإنما يدرسه
ويتمكن منه ويفهمه جيدا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فهم القرآن والسنة واستخراج الأحكام الشرعية منه. المسألة الخامسة، فضل هذا العلم، فضله أنه من العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية قد حثتنا الشريعة بصفة عامة على تعلمها. السادس، واضع هذا العلم، من الذي وضع هذا العلم؟ الذي وضع هذا العلم هو الإمام المعروف محمد بن إدريس الشافعي، أحد أئمة المذاهب الأربعة. والشافعي معروف ولا يحتاج إلى تعريف، توفي سنة 204 للهجرة، وكتب كتابا مشهورا في هذا العلم، وهذا الكتاب هو أول كتاب ألف في علم أصول الفقه، أول كتاب لم يؤلف قبله، سماه أو عرف بين العلماء بالرسالة، الرسالة، ويقولون أنه سمي بالرسالة لأنه أرسلها إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب صغير الحجم، مطبوع في مجلد واحد. ولما كتب الشافعي رحمه الله تعالى كتابه هذا انتشر بين الناس انتشارا كبيرا، وأقبل عليه العلماء واعتنوا به. وكان الشافعي رحمه الله هو أول من فتح هذا الباب، باب التأليف في علم أصول الفقه. ثم بعد ذلك كثرت المؤلفات، ما بين مؤلفات طويلة ومتوسطة ومختصرة، إلى أن جاء الإمام الجويني رحمه الله تعالى وألف هذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله بالتفصيل. السابع، ماذا يسمى هذا العلم؟ يسمى بعلم أصول الفقه. أصول الفقه سمي بذلك لأنه أصول للفقه، يعني الفقه يبنى عليه، هو أصل والفقه يتفرع منه. الثامن، استمداده. ما معنى استمداده؟ يعني هذا العلم من أين تؤخذ قواعده، من أين نأخذ مسائله؟ يقول العلماء تؤخذ مسائل هذا العلم من خلال العقيدة، ومن خلال اللغة العربية، ومن خلال الأحكام الشرعية. هذه الأمور الثلاثة من خلالها نحن نستمد مسائل هذا العلم، وكلها هذه الثلاثة مهمة حتى يستطيع الإنسان أن يفهم هذا العلم. هذه الثلاثة كلها مهمة، لكن ينبغي التركيز قليلا على اللغة العربية، لأن كثير من مسائل هذا العلم هي في الحقيقة مأخوذة من علم اللغة. فلذلك من درس اللغة العربية سيسهل عليه دراسة علم أصول الفقه. وكذلك علم الفقه مهم لأجل أن نفهم علم أصول الفقه. لماذا؟ لأننا سنضرب أمثلة، فينبغي أن يكون الإنسان عنده ولو خلفية يسيرة حول المسائل الفقهية. التاسع، وهو قبل الأخير، حكم تعلم هذا العلم. يعني الآن نحن جئنا إلى هذا المسجد لأجل أن ندرس هذا العلم، طيب ما حكم تعلم هذا العلم؟ بمعنى، هل إذا لم أدرس هذا العلم أأثم أم لا أأثم حكمه؟ فحكم هذا العلم يقول العلماء إنه فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. إذا طائفة من المسلمين تعلموا هذا العلم سقط الإثم عن بقية المسلمين. طيب، وإذا كل المسلمين تركوا تعلم هذا العلم، ما الحكم؟ يأثم الجميع. نعم، يأثم الجميع. وهذا يدل على أهمية هذا العلم، أنه واجب، تعلم هذا العلم واجب. اللهم إنه ليس واجب على الأعيان، وإنما واجب على الكفاية. فهو يشبه الصلاة على الميت. الصلاة على الميت ما حكمها؟ ف
فرض كفاية، إذا صلى عليه طائفة من المسلمين سقط الإثم على البقية، لكن لو أن كل المسلمين تركوا الصلاة عليه الكل يأثم. المسألة العاشرة والأخيرة هي مسائل هذا العلم، يعني المباحث التي سندرسها في هذا العلم، هذه المسائل وهذه المباحث ستأتينا بابا بابا وفصلا فصلا، سنعرف متى يفيد الأمر الوجوب، وماذا نستفيد من النهي، إذا جاءنا النهي في القرآن ماذا يفيد النهي، كيف نفرق بين اللفظ العام واللفظ الخاص، كيف نفرق بين الناسخ والمنسوخ، وهكذا. هذا هو مباحث ومسائل هذا العلم، وستأتي خلال دراسة هذا الكتاب. طيب، الآن نبدأ في شرح الكتاب، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. يقول الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف كتابه على عادة المسلمين بالبسملة، اقتداء بماذا؟ اقتداء بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم مبدوء بالبسملة، واقتداء أيضا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حين يبعث الكتب والرسائل يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، ومعناها استعين بالله على تأليف هذا الكتاب. قال مقدمة الورقات: هذه ورقات، هذه ورقات، والورقات جمع ورقة، والورقات عند علماء اللغة يعتبر من جموع القلة، يعني ليس من جموع الكثرة، الجموع الكثرة الذي يكون أكثر من عشرة. فهو يشير لما عبر رحمه الله بكلمة ورقات، يريد أن يقول المؤلف إن هذا الكتاب عبارة عن ورقات، يعني عبارة عن شيء مختصر جدا. واضح شباب؟ يعني مثل القطرات يعني. وهذا ليس يعني تحقير لهذا الكتاب، لا، ولكن بيان لحجمه بأنه مختصر، وهذا نستفيد منه بأنه يستهدف فيه المبتدئين. فلذلك حين نشرح هذا الكتاب ينبغي أن نشرحه شرحا يناسب المبتدئين، بمعنى شرح مختصر لا نتوسع فيه. إذن هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول، نعم، سيقسم الكتاب على فصول، كل فصل يتناول فيه مبحث معين، على فصول من أصول الفقه، وذلك يعني أصول الفقه مؤلف يعني مكون من جزئين مفردين، كما ترون عندنا جزئان مفردان، الجزء الأول أصول والجزء الثاني فقه. فنحتاج الآن أن نعرف ما معنى أصول وحده، ثم ما معنى فقه وحده، ثم ما معنى أصول الفقه إذا ركبتهما مع بعض. واضح شباب؟ يعني الآن أنت مثل لما تريد أن تترجم جملة كتاب زيد، كتاب زيد جميل مثلا، خلنا في كتاب زيد، تريد أن تترجم أنت هاتين الكلمتين إلى إنسان لا يعرف اللغة العربية، فقبل أن تبين له هذا أنت تفكك الكلمة أو تفكك الأسلوب، فتقول له أولا معنى كتاب هو كذا بالإنجليزية، ومعنى زيد معناه اسم رجل، ثم بعد ذلك تقول له كتاب زيد معناه كتاب منسوب إلى زيد. هذا الذي سنفعله الآن. فهو يريد الآن أن يعرف لك ما معنى أصول بصفة عامة، ما معنى كلمة أصول، ثم ما معنى كلمة إيش؟ فقه. طيب، عرفنا معنى كلمتين، الآن نركبهما مع بعض فنقول ما معنى أصول الفقه، هذا كله سنعرفه الآن. يقول: أحدهما الأصول والثاني الفقه. طيب، ما هو الأصول وما هو الفقه؟ يقول: فالأصل ما يبنى عليه غيره. هذا تعريف الأصل. الأصل هو الشيء الذي يبنى عليه غيره، هو تحت، هو الأساس، وفوقه الفروع، مثل أساس الشجرة وفروع الشجرة. فالذي يكون في الأسفل تحت الأرض الذي لا تراه هذا إيش؟ هذا أصول، والذي يخرج منه والذي فوقه الفروع. إذن يقول تعريف الأصل ما يبنى عليه غيره. طيب، الفرع، الفرع عكسه، والفرع ما يبنى على غيره.
ما يبنى على غيره. نعم، مثل أساس البيت هذا أصل، والذي فوقه هو الفرع، ومثل أساس الشجرة الذي تحت هذا الأصل، وما فوقه هو الفروع، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها إيش؟ ثابت، وفرعها في السماء يعني فوق. واضح هذا؟ هذا معنى الأصل وهذا معنى الفرع في اللغة العربية. طيب، والفرع ما يبنى على غيره. طيب الفقه، ما هو الفقه؟ قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف الفقه في الاصطلاح. نريد أن نعرف ما معنى الفقه في اللغة العربية. لما نقول فلان فقه ما أقول وفلان يفقه ما أقول، إيش يعني يفقه ما أقول؟ يعني يفهم، يفهم. وقد ورد هذا في القرآن الكريم. أين؟ أحسنت، واحلل عقدة من لساني ليش؟ يفقه قولي. إيش يعني يفقه قولي؟ يعني يفهم قولي. إذن الفقه في اللغة العربية معناه الفهم. لما نقول فلان فقيه يعني يفهم، هذا في اللغة العربية. لكن في الاصطلاح على رأي المؤلف يقول: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هي محل البحث، أما غير الأحكام الشرعية فلا تهم الأصوليين الآن. مثل إيش غير الأحكام الأصولية؟ مثل الأحكام الرياضية، مثلا 1+1=2، هذا حكم شرعي؟ لا، هذا حكم متعلق بالرياضيات. الفاعل مرفوع، هذا حكم شرعي؟ لا، هذا حكم إيش؟ هذا حكم نحوي. طيب، النار محرقة، النار محرقة، هذا حكم طبيعي، نعم، أو حكم حسي، وغير ذلك. إذن نحن لا نريد هذه الأحكام، وكذلك هناك أحكام عقدية متعلقة بالعقيدة، لا نريد هذا. نحن نريد نوعا واحدا من الأحكام. ما هو؟ الأحكام الشرعية، يعني أن نقول هذا واجب، هذا حلال، هذا 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 مكروه، هذا مستحب، هذا مباح، ونحو ذلك. طيب، معرفة الأحكام الشرعية، كيف جاءت هذه الأحكام الشرعية؟ يقول: التي طريقها الاجتهاد، يعني أن يكون العالم قد توصل إليها بطريقة الاجتهاد. يعني يريد أن يقول: ليس أن تكون تلك الأحكام الشرعية يعرفها العامي والجاهل والعالم. بمعنى كوني أعلم أن الصلاة واجبة، هل هذا الحكم يخفى على مسلم؟ لا. كوني أعلم أن الربا حرام والزنا حرام، هل هذا يحتاج إلى اجتهاد أم هو معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين بالضرورة. يقول الجويني: الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي يحتاج أن أجتهد حتى أصل إلى حكمها، هذا هو الفقه. أما أن يكون الإنسان يعرف أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن عقوق الوالدين حرام، هل هذا فقه؟ عند الجويني هذا ليس بفقه. واضح؟ لماذا؟ يقول: لأن هذا يعرفه العالم والجاهل والصغير والكبير والرجل والمرأة، الكل يستوي فيه، لا فضل فيه ولا مزية على أحد. لكن أين المزية والفضل؟ الحكم الشرعي الذي نتوصل إليه بواسطة إيش؟ اجتهاد، أن أجتهد وأبحث وأنظر وأتأمل في الأدلة ثم أستخرج الحكم، فإذا وصلت إلى حكم هذا هو الفقه. مثال ذلك: لو أن إنسانا قال لنا: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية؟ ما حكم أن يجهر الإنسان بالبسملة؟ هل هذا الحكم يعرفه كل الناس؟ يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى اجتهاد. فإذا اجتهد وبحث وتوصل إلى حكم ما،
فهذا الحكم الذي توصل إليه يسمى عند المؤلف إيش؟ يسمى فقها، يسمى فقها. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب، ثم قال والأحكام سبعة. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. طيب، هذه مصطلحات أصولية سنتعرف عليها واحدا واحدا، ومعظمها معروف لديكم. نبدأ بالأول. يقول المؤلف رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. بدأ الآن بتعريف الأحكام التكليفية. والأحكام يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين: أحكام تكليفية، وهي التي سندرسها الآن. والأحكام التكليفية تحتها خمسة أشياء: واجب ومستحب وحرام وماذا؟ ومكروه، والخامس المباح. هذه الخمسة تسمى بالأحكام التكليفية. القسم الثاني لم يوضحه المؤلف جيدا، هو الأحكام الوضعية. إيش يعني أحكام وضعية؟ يعني أنت لا تكلف بها، الله عز وجل وضعها علامات لشيء. يعني مثلا نحن متى نصوم رمضان؟ إذا دخل شهر رمضان، صح ولا؟ طيب، هل أنا مكلف بأن أدخل شهر رمضان؟ لا، أنا مكلف بأنه إذا دخل شهر رمضان أصوم، صح؟ لكن أنت صيام رمضان له سبب. ما هو هذا السبب؟ دخول الشهر. هذا دخول الشهر يسمى سببا. سبب لإيش؟ للصيام. السبب يعتبر من الأحكام التكليفية أنا مكلف بها، أم يعتبر من الأحكام الوضعية التي وضعها الله؟ أول ولا الثاني؟ الثاني. يعد من الأحكام الوضعية، يعني الله عز وجل قال لنا إذا دخل عليكم شهر رمضان صوموا، جعلت دخول شهر رمضان سببا لصيامكم. واضح هذا؟ لكن أنا لست مكلفا بإدخال الشهر. يعني لا يقال دخول شهر رمضان واجب أو مستحب، هذا شيء ليس لك علاقة به، هذا سبب. مثال ثاني، مثلا الشروط، مثلا قبل أن تصلي لابد إيش؟ تتوضأ. الوضوء شرط من شروط صحة إيش؟ شرط من شروط صحة الصلاة. هذا الشرط من الذي وضعه؟ الله عز وجل، فهو يعد من الأحكام الوضعية. كذلك عندنا شيء يسمى بالمانع. فالمرأة إذا جاءها العذر الشرعي، هل تستطيع تصلي؟ لا، يوجد إيش؟ مانع. من الذي منعها من أن تصلي؟ الله عز وجل منعها من أن تصلي لوجود مانع، وهو العذر الشرعي. واضح هذا؟ إذن صار عندنا في الأحكام الوضعية ثلاث أشياء: سبب وإيش؟ وشرط ومانع. هذه الأحكام الوضعية. المؤلف رحمه الله الجويني لم يذكر لنا لا السبب ولا الشرط ولا المانع، ذكر لنا شيئين آخرين وهما الصحة والبطلان، وسنأتي إليهما إن شاء الله. طيب، نعود الآن إلى الأحكام. نقول الأحكام قسمان: أحكام تكليفية، يعني إذا فعلها الإنسان، فعلها المكلف، نقول له واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح. القسم الثاني أحكام إيش؟ وضعية. نبدأ الآن بالأحكام التكليفية. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف الواجب عند المؤلف، وهو تعريف واضح وسلس. يقول: تعريف الواجب هو الشيء الذي إذا فعلته تؤجر، وإذا تركته تأثم. مثال الصلاة، مثال آخر الزكاة، مثال ثالث الصيام. كثير جدا، الواجبات كثيرة. طيب، ننتقل إلى
الحكم التكليفي الثاني وهو المندوب. المندوب ما معناه مندوب؟ نحن نعرف المندوب في عرفنا هو الشخص الذي ترسله لأجل أن يقضي لك حاجة، صح؟ ليس له علاقة بهذا الذي نحن فيه. المندوب مأخوذ من كلمة الندب، والندب هو الدعاء. ندبني فلان، ندبني فلان يعني دعاني إلى فعل شيء، دعاني إلى فعل شيء. وقريب منه نحن الذي نسميه هذا الآن، الرجل الذي يخلص لك المعاملات نسميه مندوب، صح؟ لأن أنت دعوته لأجل أن يفعل لك شيء، صح؟ فهو من هذا الباب مندوب. من الذي ندبه؟ أنت، أنت النادب، أنت النادب، وهو مندوب. طيب، إذن الآن نأتي إلى المندوب هذا الذي معنا. الله عز وجل ندبنا، ندبنا إلى فعله. يعني إيش ندبنا؟ يعني دعانا، أحسنت، يعني دعانا وطلب منا أن نفعله، ولكنه ليس بواجب. والمندوب له أسماء، يقال له مندوب، ويقال له مستحب، ويقال له سنة، ويقال له نافلة، وممكن أيضا نقول تطوع. هذه كلها لشيء واحد، واضح؟ مندوب، مستحب، سنة، نافلة، تطوع، هذه كلها بمعنى واحد. الشاعر يقول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يعني يقول معنى البيت، يعني يقول إن هؤلاء القوم شجعان، فإذا سألهم ودعاهم أخوهم إلى نائب من النوائب، مصيبة وقعت وطلبوا منه النجدة، لا يقولون له أعطنا الدليل، مباشرة يأتون ويغيثون. لا يسألون أخاهم، لا يطلبون من أخيهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يطلبهم، حين يدعوهم ويناديهم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، يعني في المصائب، على ما قال برهانا، يعني لا يريدون حجة ولا شيء، مباشرة يعني يغيثون. طيب، ما هو المندوب؟ ما هو المندوب؟ قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذا فعلته لك إيش؟ أجر، وإذا تركته ها؟ ليس عليك إثم. إذا فعلته تؤجر، وإذا تركته لا تأثم. مثال ها؟ السواك، أيضا الصدقة، أحسنت، ها؟ النوافل، السنن الراتبة، وقيام الليل والوتر، أيضا ها؟ الذكر، الذكر عموما، التسبيح والتحميد، واضح؟ هذا هو المستحب والذي يسمى أيضا بالمندوب. ننتقل إلى القسم الثالث. قال: والمباح. ما هو المباح؟ لما نقول هذا مباح، ما معنى مباح؟ قال: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يعني أنت حر بالخيار، تريد تفعل افعل، لا تريد لا تفعل. يعني ما فعله وتركه سواء، واضح؟ مثال الأكل نعم أكل الموز، أيضا أكل والشرب والنوم والرياضة، كثير لكثرته لا يأتي في ذهنكم يعني. نعم، شراء سيارة، شراء بيت، شراء ملابس، التجارة بصفة عامة. الأصل في التجارة الإباحة، الأصل في التجارة الإباحة، لا نحرم معاملة إلا بدليل. هذا الصوت الآن مباح ولا حرام، مكروه فيه أذية، يعني فيه إزعاج وأذية للمسلمين، نعم. طيب، إذن هذا المباح.
قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب لكن هنا تنبيه بسيط يتعلق بالمباح، هل المباح دائما ليس فيه إثم وليس فيه أجر دائما، ولا ممكن أحيانا بالنية ينقلب إلى ثواب؟ ممكن، مثل إنسان عندما يأكل الغداء هذا مباح، لكن إذا نويت أني حينما أتغدى أريد أن أتقوى به على الطاعة، هنا لي أجر ولا لا؟ لي أجر. طيب النوم، ما حكم النوم؟ مباح، النوم مباح. طيب لكن إذا نام بنية أن يستيقظ لصلاة الفجر أو لقيام الليل، إيش حكم النوم؟ صار مستحب. أحسنت، صار مستحب. كيف تحول الآن من إباحة إلى استحباب؟ بالنية وبالأشياء الملابسات التي حوله. طيب مثال آخر، إنسان قاد السيارة، ما حكم قيادة السيارة؟ مباح، لكن قاد السيارة للوصول إلى مكان يشرب فيه الخمر، ما حكم قيادة السيارة هنا؟ هنا تصبح حرام. لماذا؟ لأنه استعمل السيارة وسيلة للحرام، والعلماء يقول الوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى الواجب واجب، والوسيلة إلى المستحب مستحب، وهكذا. طيب قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ننتقل، هذا الآن مصطلح رقم كم؟ 3. ننتقل بعد ذلك إلى الرابع وهو المحظور. والمحظور، ما هو المحظور؟ المحظور له أسماء، أحيانا يقال له محظور، وأحيانا يقال له حرام حرام، وأحيانا، وهذا عند العلماء السابقين لكن الآن لم يعد مستعملا، عند السلف كانوا يسمونه مكروها، وأخذوا هذا من القرآن الكريم. لأن طيب خلونا نخلص نعرف المكروه ثم أرجع لكم من هذه المسألة إن شاء الله حتى تتضح لكم أكثر. أولا ما هو الحرام؟ قال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، يعني إذا فعلته تأثم وإذا تركته تؤجر. مثل ها؟ طيب وأيضا نعم ما أسمع الإسبال. طيب أعطونا أشياء متفق عليها، يعني ها؟ الزنا، الربا، الخمر، عقوق الوالدين، السحر، أكل مال اليتيم، ظلم الناس، الغيبة، النميمة، هذه كلها محرمات، إذا فعلتها تأثم وإذا تركتها تؤجر تؤجر. وينبغي هنا استحضار نية الترك، لأن بعض الناس مثلا هو جالس في بيته في حياته لم يخطر بباله ولم يوسوس له الشيطان قط أن يشرب الخمر، فهل هو هنا يؤجر على ترك شرب الخمر؟ ها؟ لا يؤجر. ويأثم ولا يأثم، ليس له شيء. لكن إنسان راودته نفسه أن يشرب الخمر أو أن يعصي، فتذكر الله تركه، يؤجر ولا لا؟ يؤجر. واضح هذا؟ فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا الشيء دائما، أنه ترك المحرمات، فتحتسب الأجر عند الله عز وجل أنك تركت المحرمات حتى تؤجر عليها. هذا الحرام، وسماه المؤلف بالمحظور، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. طيب ننتقل إلى المصطلح الخامس وهو المصطلح الأخير من الأحكام الإيش؟ التكليفية. قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، إذا فعلته لا تأثم وإذا تركته تؤجر. مرة ثانية، إذا فعلته لا تأثم وإذا تركته تؤجر، يعني الأحسن إيش؟ الأحسن تركه، لكن لو فعلت عليه إثم ما عليه إثم. هذا إيش يسمى؟ يسمى عند الأصوليين بالمكروه، وهذا الاصطلاح هو الذي استقر عند العلماء الآن، يعني في العصور المتأخرة. عند العلماء السابقين كالإمام أحمد
ومن كان في طبقته وشيوخه عندهم إذا قالوا مكروه يقصدون حرام. واضح هذا؟ يعني مثلا الإمام أحمد جاء عنه أنه قال أكره المتعة والصلاة في المقابر، مع أن المتعة زواج المتعة والصلاة في المقابر حرام صح، لكن هو إيش قال؟ قال أكره. ماذا يقصد أكره؟ يقصد حرام. طيب ليش ما يقول حرام ويريحنا؟ الجواب لسببين. طبعا هذا ليس خاص بالإمام أحمد، هذا كان شائعا عند تلك الطبقة الأولى القديمة، طبقة السلف. الجواب لسببين. السبب الأول أنه يريد أن يتورع، يريد أن يتورع، بمعنى أنه لا يريد أن يقول في شيء حرام إلا إذا كان فيه شيء منصوص عليه نصا لا خلاف فيه، مثل الزنا ومثل الخمر. فالخمر لن يقول لك أكره الخمر، سيقول لك الخمر حرام، لأن الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا إيش وهذا حرام. فيقول العلماء إن الإمام أحمد وأمثاله لما نظروا إلى هذه الآية تورعوا من أن يطلقوا هذا اللفظ، فيقولون هذا حلال وهذا حرام لأن الله عز وجل ذم ذلك، فتورعا عن هذا يقولون أكره. واضح هذا؟ وإلا هو يقصد في الحقيقة يقصد أحرم. السبب الثاني اقتداء بالقرآن الكريم في بعض أساليبه. فنحن نرى مثلا في سورة الإسراء أن الله عز وجل لما ذكر مجموعة من كبائر الذنوب كالقتل وكأكل مال اليتيم ونحو ذلك، بعد أن سردها قال كل ذلك كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب تلك الأشياء المذكورة مكروهة ولا محرمة؟ قطعا محرمة، والله عز وجل سماها مكروهة، يعني مبغضة إليه، مبغوضة إليه. واضح هذا؟ فعلى كل حال هذه اصطلاحات قديمة، الآن الذي اصطلح عليه العلماء المتأخرون، الذي اصطلح عليه الأصوليون أنهم إذا قالوا مكروه فلا يقصدون به الحرام، وإنما يقصدون الذي فإذا الشيء الذي إذا فعلته لا تأثم وإذا تركته تؤجر. مثال كثرة النوم، طيب يعني لابد أن نحدد يعني على أي هيئة معينة، يعني هل يترتب عليه تفويت لشيء؟ نريد مثال أوضح يعني آخر، ها نوم العصر هل ثبت النهي عنه؟ وفيه آثار لكن يقولون ما ثبت في منه شيء، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النوم بعد العصر، وإنما ورد فيه آثار عن السلف أنهم كانوا لا يستحبون. أيوة أكل الثوم، أحسنت، هذا ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والكراث والبصل وما شابه ذلك مما ينتج عنه رائحة كريهة. فهذا ما حكمه إذا أكله الإنسان وجاء يصلي؟ مكروه، بمعنى أن من يفعله لا يأثم، لكن تركه إيش؟ تركه أفضل، تركه أفضل. طيب مثال آخر، النوم بعد صلاة الفجر ثبت النهي؟ يعني إذا قلنا مكروه نحتاج أن يكون ثابتا. أنا ما أعرف هل ثبت أو لا، ما أعرف يعني. طيب أيوة نعم، ما أفهم. قيل وقال نعم إن الله كره لكم ثلاث، يعني حسب ما القول الذي يقال، يعني لأن بعضه نفس الحديث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال محرمة. طيب من الأمثلة يا إخوان الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة هذا مكروه وليس بحرام إذا كان بدون حاجة. كذلك العبث باليد والعبث بالغترة وتشبيك الأصابع ونحو ذلك، هذا كله من المكروهات.
كذلك الأخذ باليس بالشمال والإعطاء بالشمال هذا ما حكمه مكروه. نعم. وهناك أشياء يختلف فيها العلماء هل هي مكروهة أم حرام، مثل قضية مثلا الإسبال الثوب بدون خيلاء، بدون خيلاء إذا كان بخيلاء وكبر حرام بالإجماع، لكن إذا كان بدون خيلاء وكبر هل هو حرام أم مكروه؟ قيل حرام وقيل مكروه، فهناك أشياء يختلف فيها العلماء. طيب، بعد أن انتهى من ذكر الأحكام التكليفية انتقل بعد ذلك إلى الأحكام الوضعية، وإن كان هو لم يوضح هذا، بمعنى لم يعنون لهذا، ولكن هذا الذي استقر عليه الأصوليون. يقول: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نحن عندنا مصطلحان، مصطلح الصحة ومصطلح البطلان. لما أقول هذا صحيح وهذا باطل، هذه عبادة صحيحة وهذه عبادة باطلة، هذا بيع صحيح وهذا بيع باطل، هذا نكاح صحيح وهذا نكاح باطل، ما معنى صحيح؟ ما معنى باطل؟ هذا الآن مصطلحان نريد أن ندرسهما. الآن حسب ما درسنا، الصحة والبطلان أحكام تكليفية أم وضعية؟ وضعية. الله عز وجل وضع شروطا وموانع، إذا وجدت هذه الشروط وانتفت الموانع حكمنا على هذه العبادة بأنها صحيحة، وإذا انتفت الشروط حكمنا عليها بأنها باطلة، وسنضرب على ذلك أمثلة. طيب، إذن الآن نريد أن نقول الصحة والبطلان مصطلحان، وهذان المصطلحان يندرجان تحت الأحكام الوضعية. ما هو الصحيح؟ الشيء الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب، ما معنى يتعلق به النفوذ؟ يعني نقول هذا نافذ، يعني ماشي، هو مأخوذ من نفوذ السهم، أصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، عندما يخرج السهم من القوس ويضرب في الهدف هنا نفذ، صح؟ فلما نقول هذه صلاة نافذة يعني صحيحة. إذن ما هو الصحيح؟ ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني أنها معتبرة شرعا. طيب، سيقول قال: وكيف أعرف أن هذه الصلاة مثلا نافذة أو معتد بها أو مقبولة؟ نقول هناك شروط، هناك شروط للصلاة: الطهارة، استقبال القبلة، إزالة الخبث إلى آخره. إذا حققت هذه الشروط ولم يوجد مانع من الموانع نحكم على هذه العبادة بأنها إيش؟ صحيحة. طيب، والباطل، قال: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. إذن نقول هذا غير نافذ، يعني ما يمشي. طيب، ولا يعتد به، يعني أن الذمة ما زالت مشغولة. وأنا أضرب لكم أمثلة، أمثلة في العبادات وأمثلة في المعاملات. إنسان جاء يصلي فجاء بجميع الشروط والأركان والواجبات ولا يوجد مانع وصلى، إيش نقول عن صلاته؟ صحيحة. ما معنى صحيحة؟ يعني نافذة. ما معنى نافذة؟ يعني معتد بها. ما معنى معتد بها؟ يعني ذمته بريئة. هذه الخلاصة. كيف يعني ذمته بريئة؟ يعني لا يستطيع أحد من العالمين أن يقول له أعد صلاتك، خلاص ذمته بريئة، لم تعد مشغولة، ولا يقول له أحد أعد صلاتك. طيب، مثال آخر في الحج، إنسان جاء بجميع الأركان والشروط والواجبات ولا يوجد أي مانع، نقول حجك إيش؟ صحيح، يعني نافذ، يعني معتد به، لأنه جاء بجميع الشروط والأركان والواجبات ولا يوجد أي مانع يبطل حجه. مثل إيش الموانع؟ مثل أن يرتد، الكفر يمنع من صحة العبادة. الصلاة إيش ممكن يمنع من صحة الصلاة؟ مثل نواقض الوضوء، مثل الحيض مثلا بالنسبة للمرأة. طيب،
مثال آخر، إحنا مثلنا أمثلة في العبادات، نأخذ مثال في البيوع. إنسان باع سيارة على رجل، نظرنا في العقد جميع الشروط موجودة ولا يوجد مانع يمنع من صحة البيع، بمعنى أن السيارة موصوفة ومعروفة، هو لا يبيعه سيارة مجهولة لأن بيع المجهول لا يجوز. طيب، فنظرنا في الشروط، ما في، كل الشروط موجودة. نظرنا في الموانع، ما في موانع، ليس فيه ظلم، ليس فيه جهالة، ليس فيه غرر، ليس فيه ربا، ما في أي شيء. حينئذ نحكم على هذا البيع بأنه بيع، بيع إيش؟ صحيح. ما معنى صحيح؟ ها؟ إيش يعني نافذ؟ هنا ما نقول ما في إعادة لأن هي مش عبادة. إيش نقول؟ إيش معنى نافذ؟ طيب، وإيش استفاد في النهاية؟ أحسنت، ترتبت الثمرة. إيش ثمرة البيع؟ إيش الهدف من البيع؟ أن تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، صح؟ وأن ينتقل الثمن من المشتري إلى البائع. هذه ثمرة البيع. فحين نقول هذه معاملة صحيحة، ما معنى صحيحة؟ يعني النتائج والثمرة تحصل، فهذا يأخذ ثمنه وهذا يأخذ سلعته. لكن لو قلنا هذا بيع باطل، مثل لو كان فيه شيء من الموانع أو باعه شيء مجهول، مثل من أمثلة الفقهاء يقول لو باعه طائر يطير في السماء، قال شفت ذاك الطائر الذي يطير في السماء؟ قال نعم. قال بعتك هذا الطائر بمئة ريال، ما يجوز. ليش؟ لأنك ما تستطيع أن تأتي بهذا الطائر، هذا الطائر أنت لا تملكه. نعم، لو هو واثق الله أعلم. لو هو واثق الله أعلم، لكن نفترض أن هذا الطائر ذهب، طيب، أو كان بعيدا. هذه من أمثلتهم على كل حال. فنقول هذا بيع باطل. إيش يعني باطل؟ يعني لا يستحق هذا الرجل إيش؟ الثمن، وهذا لا لم يأخذ الطائر ولم يستفد شيئا. طيب، نفس الشيء كذلك إخوان في موضوع عقود الأنكحة. لما نقول هذا زواج صحيح، إيش يعني هذا زواج صحيح؟ أي وإذا اكتملت الشروط تنتقل المرأة من بيت أبيها إلى بيت الزوج، تصبح في عصمة زوجها، هذا معنى زواج صحيح، واضح؟ لكن إذا قلنا هذا نكاح باطل، خلاص لا تحل له، لا يستطيع أن يخلو بها، ولا يستطيع أن يستمتع، ولا يستطيع أن يفعل أي شيء، واضح هذا؟ إذن هذه المصطلحات يعني دقيقة، مصطلح الصحة ومصطلح البطلان. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم. طيب، أختم هذا المبحث بمسألة، وهو هل هناك فرق بين الباطل والفاسد عند العلماء؟ نقول عند معظم العلماء لا يفرقون بين الباطل والفاسد، فالباطل والفاسد عندهم شيء واحد، فإذا قالوا هذا باطل يعني فاسد، وإذا قالوا فاسد يعني باطل، لا فرق بينهما. إلا عند بعض الفقهاء يفرقون في بابين، في باب الحج وفي باب النكاح، فيفرقون بين الباطل والفاسد. يعني مثلا أعطيكم مثال، في باب النكاح بعض العلماء يفرق بين الباطل والفاسد فيقول العقد الذي اختلف العلماء في صحته يسمونه فاسدا، والعقد الذي اتفق العلماء على عدم صحته يسمونه باطلا. مثال ذلك زواج المتعة، هذا مختلف فيه عند أهل السنة، يقول الذي استقر عليه يعني على الأقل المتأخرون أنه حرام، فهذا نقول عقد إيش؟ باطل لعدم وجود الخلاف فيه، أو لكون الخلاف الذي فيه غير معتبر. أما بالنسبة لو تزوج رجل امرأة بشاهدين
ومهر وعقد وكل شيء، لكن لا يوجد ولي. هذا مختلف فيه أم متفق عليه؟ مختلف فيه. فبناء عليه عندنا نقول هذا عقد فاسد ولا نقول باطل. ليش؟ لوجود الخلاف في المسألة. واضح؟ إذن إذا كان عقد النكاح مختلفا فيه يقولون فاسد، وإذا كان متفقا عليه يقولون باطل. وكذلك في الحج هناك مسألة يفرقون فيها بين الباطل والفاسد، فقط في هاتين المسألتين. أما بصفة عامة فلا يفرق العلماء عند جمهور العلماء بعبارة دقيقة، لا فرق عندهم بين الباطل والفاسد. إذا كان فاسدا أي عند الجمهور يترتب عليه ألا تترتب النتائج، بمعنى لا تحل له المرأة، لا تحل له عند الجمهور. أما من يجيزه فخلاص تترتب النتائج، يعني النتيجة واحدة عند الجمهور صحيح، ولكن مراعاة لمن يخالفنا عبروا بهذا المصطلح فقط. نعم، انتهى الوقت. طيب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.